إطار مشروع التعليم والمواكبة عن بعد، مجموعة مدارس نخبة طيبة تكثف الجهود وتدعو رهن إشارتكم جميع الوسائل الضرورية التي من شأنها أن تساهم في إنجاح هذه العملية الجديدة. كل الشكر والامتنان إذن للفريق التربوي والفريق الإداري، والشكر موصول كذلك لتلامذتنا الأعزاء وآبائهم المحترمين على تفهمهم، التزامهم وكذا مشاركتهم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أطيب الخلق وأشرف المرسلين حبيبنا وسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أحبائي الصغار تلاميذ المستوى الثاني، مرحبا بكم من جديد في درس جديد لمادة النشاط العلمي مع الأستاذة مريم عبادي. درسنا اليوم بإذن الله هو درس جديد للوحدة الخامسة، وهي مظاهر الحياة عند الحيوانات، وعنوان الدرس هو كيف تنمو الحيوانات. أما بالنسبة للأهداف هي أكتشف أن الحيوانات تنمو بالزيادة في القامة والوزن، ثم أتعرف أن النمو يمر عبر عدة مراحل. قبل أن نبدأ الدرس يا صغاري، لاحظوا جيدا معي الصورة. إذن ماذا تلاحظوا على الشاشة؟ نعم، الصورة الأولى هي صورة دجاجة وصغارها، أما الصورة الثانية فهي قطة وصغارها. إذا انظروا جيدا يا صغاري إلى حجم القطة الكبيرة وحجم الصغار، وانظروا أيضا إلى حجم الدجاجة، وانظروا إلى حجم الكتاكيت. إذن السؤال المطروح، كيف تنمو الحيوانات؟ سنحاول أن نجيب على هذا السؤال من خلال الدرس. سنبدأ في الأول يا صغاري بمراحل النمو عند الدجاجة. إذن قبل أن نبدأ، انظروا جيدا الصورة، انظروا إليها جيدا، انظروا إلى السم. إذن ماذا تلاحظون في الصورة؟ إذن هذه هي الدجاجة الأم. إذن تضع لنا هذه الدجاجة بيضة، انظروا جيدا إلى السم، هذه الدجاجة تضع لنا بيضة. ماذا يحصل لهذه البيضة بعد مدة؟ إذن بعد مدة زمنية معينة تتفقس البيضة فيخرج منها كتكوت، انظروا جيدا إلى الخطاطة. إذن الدجاجة الأم تعطينا بيضة، بعد مدة زمنية تتفقس هذه البيضة فيخرج منها كتكوت، انظروا كيف هو الكتكوت. إذن هذا الكتكوت صغير الحجم، انظروا إليه جيدا، هو صغير الحجم وصغير القامة أيضا. إذن مع الوقت ينمو هذا الكتكوت فيزداد في الوزن ويزداد في القامة، أي يزداد في الطول، انظروا جيدا إلى حجمه وإلى طوله، انظروا جيدا. هكذا ينمو شيئا فشيئا حتى يصير دجاجة أو ديك شبيه بالكبار، انظروا جيدا، أصبح شبيه بالحيوانات الكبيرة. إذا رأينا في بداية الأمر هذه الدجاجة أعطتنا بيضة، تفقست البيضة فأصبح لدينا كتكوت، هذا الكتكوت أصبح ينمو شيئا فشيئا فيزداد في القامة والطول والوزن، ثم أصبح دجاجة كبيرة. إذن هذه هي مراحل النمو عند الدجاجة. نرى الآن على سبيل المثال الضفدعة، مراحل النمو عند الضفدعة. انظروا جيدا هنا إلى هذه السلسلة، انظروا جيدا إلى السام، هناك بيض، هناك شرغوف، هنا
شرغوف له قوائم وهنا ضفدع. سنرى. إذا تبيض الضفدع مجموعة من البيض كما هنا في الصورة الأولى. هذا البيض يصبح على شكل شرغوف. انظروا جيدا. بعد مدة زمنية يصبح هذا الشرغوف شرغوف له قوائم وله ذيل أيضا. إذن يزداد في القامة ويزداد في الوزن فيصبح شرغوف له قوائم وذيل. إذن بعد مدة انظروا هنا يختفي الذيل فيصبح لدينا ضفدع كبير شبيه بالضفدع الأم. إذن هذه هي مراحل النمو عند الضفدع. رأينا في الأول الدجاجة ثم الآن رأينا مراحل النمو عند الضفدع. إذا نستخلص يا صغاري، خلال مرحلة النمو يزداد جسم الحيوان في الوزن وفي القامة. خلال مرحلة النمو يزداد جسم الحيوان في الوزن وفي القامة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالشرح جيدا. ألقاكم في حصة قادمة بإذن الله.